السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناه الاستاذ الافتراضي. معكم بروفيس وما بروفيسور دو فرونسي، وفي هذا الفيديو غادي نكمل لكم الجزء الثاني من الاسئله اللي متوقعه تقدر ولا اللي تقدروا تصادفوا معها في الفصل الاول من الروايه طبعا ديال لابوات ميرفي. قبل ما نعطيكم الاسئله نبغي ندير واحد الاستدراك، وهو ان في الفيديو السابقه قلت عبد الله هو سيتان جاردينيه، لا المهنه ديالو ولا الخدمه اللي كيديرها هي ان بيسي، دونك كنقولوا عبد الله لي بيسي. شكون هو لو جاردينيه؟ سي علال. السبب ديال الخطا هو ان راني كنت كنقراها علال، ما كنتش كنقراها عبد الله، حتى شفت التعليقات ديالكم ومشكورين عليها طبعا. دونك نبداو الاسئله ديالنا وغادي نمشيو شويه بايقاع سريع. لونفون دو 6 ans veut attraper un moineau, un lino, un chat. الطفل ديال 6 ديال السنوات مقصود هنا سيدي محمد، واش كان باغي ياتراپي يصيد ويشد ان موانو طائر، ان لينو حتى هو واحد النوع من الطيور، ان شا قط. دونك الجواب الصحيح بيان سور veut attraper un moineau. سؤال موالي، لا فويونت اي ادبت دو لا كونفريري دو غناوا عساوة جلالة، واش لا فويونت الشوافة هي تابعة للجماعة ولا الفرقة ديال قناوة ديال عساوة ولا جلالة؟ دونك بيان سور سوتين اديبت دو لا كونفريري دو قناوة. وإلا لاحظتوا في النص راه كاينة لي جون دو غيني، في النص الشرح ديال القناوة هي لي جون دو غيني، وإلا تلاقيتو معاها فهاديك سوتين بيغي فخاز داكوغ. علاش؟ لأن عندنا قناوة وكنشرحوها فيما تبقى من الجملة اللي عطانا لا فيغور دو ستيل دو بيريفراز. ولكن هنا في هذا السؤال غير خصنا نجاوبوا ان كونفريري فهي كتنتمي للقناوه طبعا. دونك نمشيو للسؤال الموالي، لو ناراتور ابيتي او الراوي كيسكن، واش البروميير ايطاج الطبقه الاولى؟ وهنا فرقوا، ملي كنقولوا الطبقه الاولى راه هي اللي كنقولوا حنا بالعامه العاميه هي الثانيه، ولكن الطبقه اللي كنقولوا حنا عليه الطبقه الاولى راه هذاك كيتسمى الطبق السفلي لو ريت شوسي داكوغ. دونك حنا كنهضرو على لو بخوميي ايطاج الطابق الأول، واش الطابق الأول؟ واش لو دوزيام ايطاج الطابق الثاني؟ واش لو تخوازيام ايطاج الطابق الثالث؟ راه مكنهضروش على الطابق السفلي. سمحوا ليا، دونك الجواب الصحيح هو لو دوزيام ايطاج. لالا كنزة ايتي فويونت، لالا كنزة كنعرفو أنها شوافة، اي وا واش غيريسوز كتداوي الناس، واش نقافة، واش سورسيير عرافة ولا ساحرة. دونك الا كنتو انتبهتو في النص ملي كان لو ناراتور كيهضر على لالا كنزة فقال سي اون فويونت اي كيلكو بو سورسيير، يعني وشوية ساحرة. اذا الجواب الصحيح هو سورسيير. ناخذ السؤال الموالي، دونك لا فويونت سوفري اون سيونس دو ميزيك اي دو دونس. الشوافة كتقدم واحد الحصة غنائية ولا واحد الليلة ديال الموسيقى والرقص اون فوا باغ موا، مرة في الشهر، دو فوا باغ موا جوج المرات في الشهر، ولا تخوا فوا باغ موا ثلاثة المرات في الشهر. الجواب الصحيح سي إيلوفخي اون فوا باغ موا. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ملي كتكون عندنا شي حاجة مرة في الشهر كنسميوها مونسويال. عقلوا على هاد لادجيكتيف سي مونسويل، يعني كل مره ولا مره واحده في الشهر. لو ريت شوسي دابا عاد كنهضروا على الطبق اللي كنقولوا له حنا بالدارجه الطبقه الاولى، هذاك اللي هو الطبق السفلي في الاصل كيتسمى لو ريت شوسي. كونتيا اون سول بيس دو بيس تخوا بيس، هنا لي بيس سافو دير لي لا شومبر. دونك واش فيه غرفه واحده، جوج د الغرف، ثلاثه د الغرف؟ دونك انا ا ما كونيسونس كنعرف بلي انا كاينين دو شومبر. رحمة فوزي لا كويزين، رحمة يعني كدير الكويزين، كطبخ، كتغسل الماعن. فين؟ دون لا شومبر دي زانفيتي، في الغرفة ديال الجلوس، سوغ لا تيغاس في السطح، ولا سوغ لو باليي، ولا بحال اللي غادي نقولو لها تحت الدروج. دونك إلا شفتو وكنتو قريتو لو شابيتر، فوزالي دير كو إل فوزي لا كويزين سوغ لو باليي. دريس العواد إي لو ماري دو، دريس راه الزوج ديال من؟ دو لالا زبيدة، فاطمة البزوية، أو بيان دو رحمة. الجواب الصحيح سي رحمة، فاطمة البزوية الزوج ديالها هو علال لو جاردينيي، إي بوغ لالا زبيدة سي معلم عبد السلام لو تيسخو. بوندون لي موا دو تريف لا فويونت فواياجي كونسولتي دوطخ فويونت سوكيبي دو سا بخوبخ سونتي. خلال الأشهر ديال الركود يعني مكتكونش الحركة، مكينينش الكليان، لا فويونت واش كتسافر كونسلتي دوطخ فويونت كتزور عرافات اخرى، او بيان سوكيبي دو سا بروبر سونتي انها كتهتم بالصحه ديالها.
Donc, le réponse correcte, c'est s'occuper de sa propre santé. La période où il n'y a pas de clientes s'appelle le fatra li ma fihash les clientes, yani les clientes. كتسمى لا مورت سيزون الفصل الميت المهم هذا الشرح تقريبي طبعا لا سيزون فيد الشهر ولا الفصل الفارغ لا سيزون بلونش الفصل الابيض بيان سور كنسميو هذه الفتره اللي كيكون فيها الركود الاقتصادي فكنسميوها لا مورت سيزون ما ميموار ايتي اون سيغ فريش الذاكره ديالي كانت بحال واحد الشمع وهنا كنقصدو بحال العسل ولا دونك الشمع ديال النحل اللي هو كيفاش داير فريش طري Alors, fait les jumelles hadi, est-ce que c'est une périphrase, une métaphore ou bien une comparaison? Hna kanhdrou ala dakira. Dakira ra ma3mra tkoun chi haja okhra men ghir dakira, walakin ila qarbnaha lhaja okhra fa kaykoun bitabi3at lhal tchbih. Dakira hiya chama' bhal haka tari. واش الذاكره هي الشمع لا ولكن كنشبهو ضمنيا بلي ان الذاكره كتشبه الشهر داك باردون داك الشمع فهادشي اللي كيعطينا لا فيغور دو ستيل لا ميتافور كان بامكاننا نقولو لا كومباريزون ولكن واش عندنا ان اوتي دو كومباريزون ما عندناش لي زوتي دو كومباريزون هما كوم تيل كو بلي كو موان كو اوتون كو ريسومبل ا سامبلابل ا باراي ا ميم كو افوار لير دو فمن غير هادو ما يمكنش نعتبرهم دي ان اوتي دو كومباريزون وجينيرالمون لوتي دو كومباريزون هي اي حاجه عندها المعنى ديال يشبهه هنا ما عندناش دونك تو سامبلومون سي تي ميتافور لو ناراتور افي ان بونشون بور الراوي كان عنده بحال الميول لا يش واش لو جو اللعب لاميزمون التمتع او بيان لو ريف الحلم Donc, il a, selon toujours la boîte, le narrateur avait un penchant pour le rêve. Les autres bambins se contentent. Les enfants d'autres qui ont fait du néant, c'est-à-dire quelque chose, n'importe quoi, de l'invisible, le monde n'est pas marqué, ou bien du visible, c'est-à-dire quelque chose qu'ils peuvent voir, qui ont fait. فهما حسب لابواط كيكتفيو دو سو كي فيزيبل نقدروا نعتبروا ثانيو صحيحه علاش لان داك الاطفال من وهنا ملي دار المقارنه بينه وبين لي كونديسيبل بينه وبين التلاميذ معاه في المسيد فقال بلي ان هاد الدراري الصغار كيكتفيو الا كانت عندهم غير شي حلوه كيكونوا فرحانين وصافي هذاك هي المتعه ديالهم ولكن بالنسبه لسيدي محمد دائما كان كيبغي يحلم كان كيبغي يتعلم كان كيبغي يدخل العالم غير المرئي فهنا هذا هو الفرق بينه وبين لي زوتر بامبا فلي بامبا كيبغيو لو فيزيبل يعني اي حاجه موجوده يقدروا يشوفوا فيها عبد الله ايتي دونك هنا غادي نصلحوها عبد الله ايتي بيان سور تو سامبلومون ان ايبيسي Le narrateur adulte considère ce roman comme الراوي الكبير نقدر نقولوا بين قوسين سيدي محمد كيعتبر هذه الروايه هذه بحال une sire fraîche un livre complet كتاب مكمل un album هنا الجواب الصحيح سي ان البوم الى لاحظتوا في الصفحه ربما 13 هكذا فكيقول ما ميموار ايتي une sire fraîche ou bien fraîche ou bien qui coule pour égayer il me reste exactement il me reste cet album pour égayer ma solitude غيبقى ليا هذا الالبوم هذا باش نبعد عليا الاحساس ديال الوحده le msid était à la porte de zonqat alhjama darb nwala riyad jiha le msid fin kan ala bab ay darb donc le jawab sahih c'est darb nwala pour emmener l'enfant au bain mort باش انها تاخذ الطفل ديالها للحمام البلدي لا مير لوي برومي الام وعدته باش une orange et un œuf dur un pomme et une pomme et un œuf dur ou bien une orange et une pomme واش وعدته بالبرتقاله غادي نقولها بالعربيه باش هكذا المهم يكون عندها كلمه موحده دونك واش برتقاله وبيضه مسلوقه ولا تفاحه وبيضه مسلوقه او بيان برتقاله وتفاحه دونك الجواب الصحيح هو une orange et un œuf dur je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance فهو كان كيقول هذا لو ناراتور ادول كيقول بلي انا عمري حطيت رجلي في الحمام البلدي منين كنت صغير واش هاد لي نونسي هذا اونكري او بيان كوبي كنلاحظوا ان عندنا جو كخوا ديجا عندنا جو عندنا كخوا لو فيرب او بريزون ملي يكونوا عندنا هاد جوج العناصر بلا ما نزيدو نفكروا بزاف سي ان نونسي اونكري
لانه كينتمي في اللحظه ديال الكتابه. لو سونتيمون كو لو ناراتور يتروف على ليغار دو بان مور اي لو بونور لا كولير او بيان لو ماليز. واش الاحساس اللي كيحس به الراوي تجاه الحمام البلدي هو احساس ديال السعاده ديال الغضب ولا ديال لو ماليز عدم ارتياح؟ حنا عاد شفناها في الجزء الاول دونك الاحساس ديال لو ماليز. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes est une interrogation directe ou bien indirecte. كنت سأل شنو يقدروا يديروا هاد العيالات هنا، واش هذا سؤال مباشر ولا غير مباشر؟ هاد الجمله ما كتنتظرش واحد الجواب، وبالتالي غنقولوا c'est une question indirecte. Devant moi il y avait قدامي il y avait un pini un gobelet de cuir des oranges. كانت قدامي مشطه كاس من الجلد وبرتقالات. est une gradation énumération او فيميزم. فهاد الجمله حنا كنشوفوا هاد العناصر هادو ما كايناش شي علاقه بعضياتهم، لا تصاعديه لا تنازليه، ما كاينش شي تضخيم، ما كاينش شي تخفيف، وبالتالي سوتين انيميراسيون. ناخذ سؤال اخر. ما مير ماسبرجا alternativement دو بويونت اي دو غلاسي. الام ديالي كانت كتكب عليا الماء بزاف، مره الماء غليان مره الماء بارد. هنا واش دون سيت فراز اسكي ساجي دون اونتي فراز اوكسيمور او بيان لانتيتيز؟ لا بون ريبونس سي اونتيتيز. علاش عندنا دو بويونت اي دو غلاسي؟ هاد لي دو تيرم هادو سو سون اوبوزي. فهاد الحاله ملي كيكونوا عندنا جوج د الكلمات في نفس الجمله متضادين هذيك يساجي دون اونتيتيز. الا بغيتو تزيدو تفهمو اكثر لي فيغور دو ستيل ما عليكم الا دخلوا البلاي ليست ديال الدقيقه 90 غتلقاو تما راني شارحه توت لي فيغور دو ستيل ديتاي. لا مير نو فولي با سومبراسي دو سون انفون كار اي ايتي ميشون توربيلون او بيان امبوتي. الام ما بغاش تفارق مع الابن ديالها، وهنا كنقصدو سيدي محمد. علاش؟ لانه كان ميشون شرير توربيلون كيتحرك بزاف وكيدير صداع مبرزط. امبوتي هي ثقيل وكتحتمل حتى المعنى ديال مالادغوا. دونك الجواب صحيح سي امبوتي. الا رجعتو لو تيكست غادي تكون عندنا مالادغوا اي امبوتي كو جيتي. دونك هكا جات في لو تيكست. La boîte à merveilles portait secours au narrateur aux heures de chagrin, lui permettait de dormir, lui permettait de revenir au visible. واش هاد لا بواط ا ميرفي كانت كتمكن لو ناراتور انه ولا كتشكل ليه بحال واحد المساعده في الساعات ديال الحزن؟ lui permettait de dormir كانت كتمكنو انه ينعس، او بيان lui permettait de revenir au visible انه كانت كتمكنو انه يرجع للعالم المرئي. هنا انا الجواب صراحه ما متاكدش منه، ولكن اللي كيبان ليا منطقي هو بورتي سوكور و ناراتور او زور دي شاغان فيزيبل ما يمكنش، وهو ملي كان كيفتح لا بواط ميرفي ماشي باش انه ينعس. دونك انا هذا هو الجواب الصحيح. علاش كنقول ما متاكدش؟ حيت ما كنتفكرش شي جمله كانت فيها هاد التعبير هذا في لا بواط ميرفي. Le lendemain du bain, la mère pleurait durant toute la journée. اليوم الموالي ديال الحمام الام واش كتبقى تبكي الليل كامل النهار كامل؟ طومبي مالاد كتمرض؟ او بيان راكونتي لا سيونس ا توت لي فوازين؟ ولا انها كتعاود داكشي اللي داز في الحمام البلدي لجميع الجارات؟ دونك هذا هو الجواب الصحيح، انها كانت كتعاود كلشي. دونك نو مونكي با دو راكونتي لا سيونس ا توت لي فوازين. La mère est décrite comme الأم تم الوصف ديالها كأنها بافارد ترتارة سيلونسيوز سكتة بيوز تقية. دونك بيان سور سي لا بون ريبونس هي بافارد. علاش؟ لأن دائما كتهضر بزاف وكتقلد وكتعاود الخبر. لو بان مور سولون لو ناراتور اي ان ليو دو بوتان ان ليو دو روبوزون ان ليو دو ميديزونس. واش في نظركم الراوي كيعتقد ان لو بامور هو واحد المكان ديال لو بوتان ديال الكوميراج ديال الهضره الترتره؟ اليو روبوزون واحد المكان ديال الاستراحه ديال الارتياح، ولا اليو دو ميديزونس المكان ديال الاشاعه؟ صراحه انا هنا غادي نختار جوج ديال الاجوبه. الاولى هي اليو دو بوتان الا عطاتني، دونك الثانيه هي لا ميديزونس، لان بجوج هو هذاك هو الوصف ديال سيدي محمد لو بامور. La Zubida s'est disputée avec Rahma à cause de la disparition de Zineb. La Zubida d'Abzas m'a Rahma بسبب الاختفاء ديال زينب، ولا بالاختفاء ديال لا ليسيف ديال باردون ماشي الاختفاء ولكن بسبب يوم غسيل الملابس.
وبغوي في بار سيدي محمد ولا بسبب واحد الصداع اللي داروا سيدي محمد. لا بون ريبونس سي دو لا ليسيف، وهنا لا ليسيف كانت نقدروا نعوضوها بلو لانش. لو جور دو لا ديسبوت ايتي لو ديمونش لو لاندي او بيان لو ماردي. النهار ديال الصداع اللي بين لاله زبيده ورحمه واش كان نهار الحد نهار اثنين ولا نهار ثلاثه؟ بيان سور لا بون ريبونس سي نهار اثنين. لو ديمونش كنظن ما تذكرش كاع في لا بواطا ميرفي، وبالنسبه لو ماردي فهو عنده علاقه بالمسيد واليوم ديال استظهار القران. ودائما ملي كنقولوا لو ماردي خصنا نتفكروا لو شابيتر 2 اللي غادي نشوفوه التيريورمون. دونك نشوفوا لا كيسيون سويفونت. لو ناراتور اي سا فامي ايتي دوريجين، الاصل ديال لو ناراتور هو العائله ديالو فاس. واش من فاس؟ مونتانيار من الجبل، سيتادين يعني من المدينه. لا بون ريبونس سي مونتانيار. دريس العواد ايتي جاردينيي فابريكون دو شارو تيسخون. دونك انا لا بون ريبونس سي فابريكون دو شارو. و فابريكون دو شاري هو واحد كيصاوب المحرات، وداك المحرات اللي كيكون تقليدي ماشي شي حاجه هكا بون مودرن. لو بروي دو فان اون طومبيت، الصداع ولا عاصفه. ان ترومبلمون دو تير، زلزال. لي كرولمون دو موند بحال نهايه العالم ولا بون شي حاجه هكا تعبير اللي هو كيبان مبالغ فيه. اون غراداسيون هنا في هاد لا فراز اي اون غراداسيون اون هايبربول. واش فيهم هاد لي دو فيغور؟ اون اونتي فراز اي اونتي اي اون بيري فراز ان اوفيميزم او بيان اون هايبربول. دونك هنا بيان سور سي اون غراداسيون اي هايبربول. علاش؟ لان عندنا لو بروي دو فان طومبيت شي حاجه اكثر منها، لا ترومبلي تروبلمون دو تير شي حاجه اكثر من هادو بجوج اللي هي لي كرولمون دو موند. دونك عندنا واحد الترتيب تزايدي ملي كيكون عندنا هاد لو برينسيپ فاس يساجي دون غراداسيون. دابا غادي ننتقلوا لنوع اخر ديال الاسئله. بوركوا لو ناراتور نو دورتيل با؟ علاش ما كينعش الكاتب؟ السبب هو il songe à sa solitude. غتلقاوها في البدايه ديال لا بواطا ميرفي. او ابيتي لو ناراتور، فين كان كيسكن لو ناراتور؟ كان كيسكن دار شوافه. لا كيسيون نيميرو 3، كي ابيتي او ريت شوسي؟ كومبيان يا تيل دو بيس؟ عاد جاوبنا عليها توتالو. فا il habitait ou bien la voyante qui habitait au rez-de-chaussée, il avait deux pièces. Donc هنا كان confirmé ou l'autre réponse. Qui habitait au premier étage, combien y a-t-il de pièces? Le premier étage, شكون اللي كيسكن؟ Bien sûr, راه عندنا la famille de Driss Al-Awad, يعني رحمه وزينب ودريس العواد. شحال عندهم من بيت؟ عندهم غرفه واحده. وديجا عاد قلنا ان رحمه il faisait la cuisine au palier ou bien sur le palier. Qui sont les locataires du deuxième étage? شكون هما المكترين اللي في الطبقه الثانيه؟ هما la famille du narrateur et Fatma Bzioia. الزوج ديال فاطمه البزويه هو علان لو جاردينيي. De quoi s'occupe la voyante pendant la morte saison? باش كتهتم la voyante شوافه في الفتره اللي فيها الركود ما فيهاش الكليان؟ دونك elle s'occupait de sa propre santé. كتهتم بالصحه ديالها. De quelle confrérie la voyante était-elle adepte? Donc le réponse راكم عارفينو، la confrérie d'Ignawa. ومزيان نديرو التكرار باش هكذا عمركم تنساو هاد لي زانفورماسيون. A quoi s'adonnait la voyante chaque mois? لاش كتعاطى ولا شنو كدير la voyante شوافه كل شهر؟ الجواب صحيح وكنظن راكم عارفينو، a une séance de mesure et de danse nègre. A quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 16 ans? هنا عارفي الجواب ولكن الصياغه ديال السؤال شويه صعيبه. لو ناراتور علاش كيشبه الذاكره ديالو ملي كانت في عمرو 6 سنين؟ دونك كيشبهها ا اون سير فريش. لا كيسيون نيميرو 9، كيس كي ديستينغي لو ناراتور دي زوتر زونفون دو سون اج؟ شنو اللي كيميز لو ناراتور من على الاطفال الاخرين اللي في نفس العمر ديالو؟ فكيميزو لو غيف الحلم. Quel âge a le narrateur? شحال العمر ديال لو ناراتور؟ La bonne réponse c'est 6 ans. 6 سنوات. Où se trouve l'école coranique du narrateur? فين كتواجد المدرسة القرآنية ديال الراوي؟ كتواجد à la porte de درب النوالة. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? علاش كيشبه لو ناراتور لو بان مور؟ فكيشبهو à l'enfer. عقلو عليها، كيشبهو للانفير وهاد التشبيه هذا مبالغ فيه. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le bain mort? شنو هو الاحساس اللي كيحس به لو ناراتور بالنسبه للحمام البلدي؟
سي ان سونتيمون دو ماليز، واحد الاحساس ديال عدم ارتياح. كنظن عمركم تنساو هاد لي زانفورماسيون. لو ناراتور ايتي تيل سومي فريكامون او سيونس دو دامور؟ واش دائما كان كيمشي لو ناراتور لهاد الحصص ديال الحمام البلدي؟ فبيان سور لا ريبونس سي رارمون. غتلقاو في النص من في لا بارتي اللي فيها لو بامو غتلقاو باللي كيقول اوغوزمون كو سي سيونس في يمكن هكا مع في غار. دونك هكا هذا هو السياق ديالها. اذا انها كانت هاد لي سيونس غارمون فين كيمشيو ليهم. لا كيسيون نيميرو 14، كو كونتوني لا بواط ا ميرفي دو ناراتور؟ شنو كتضمن العلبه ديال لا بواط ا ميرفي؟ عقلوا عليها. دي زوبجي هيتيروكليت. شنو المعنى ديال دي زوبجي هيتيروكليت؟ هما دي زوبجي اللي مخلطين، ما كايناش شي علاقه من بعضياتهم. كنلقاو الصدافي ديال الحوايج، كنلقاو لي زيبان، كنلقاو لي كلو، اي حاجه كاينه في داك العلبه. يعني هنا هاد لي زوبجي ماشي زعما دو غران امبورطونس. كومون لو ناراتور كونسيدير تي لي زوبجي دو سا بواط ا ميرفي؟ ركزوا معايا في هادي، كيفاش كيعتبر لو ناراتور هاد الاشياء هادي اللي عنده في البواط ا ميرفي؟ فكيعتبرها كانها اصدقاء، كوم سي سيل زامي. فيما غتلقاو كيهضر على لي زوبجي اللي متعلقين بلا بواط ا ميرفي، غتلقاوه كيستعمل لا بيرسونيفيكاسيون، لا فيغور دو ستيل ديال التشخيص. شنو المعنى ديالها؟ هي ملي كنعطيو صفات ديال الانسان للحيوان ولا الجماد. دونك هنا هاد الاصدقاء، هاد الاشياء، هاد لي زوبجي راهم كانهم اصدقاء، كانهم اشخاص حقيقيين، وبالتالي عندنا بيرسونيفيكاسيون. كيل فونكسيون جو لو با مور بور لي فام؟ وهنا بور لا بيرسونيفيكاسيون ما كنقصدش انا كوم سي سول زامي، كنهضر جينيرالمون. فيما تلقاو لي زوبجي في لا بواط ا ميرفي فكتلقاو معاهم لا فيغور دو ستيل دو لا بيرسونيفيكاسيون. كيل فونكسيون جو لو با مور بور لي فام؟ شنو هي الدور ديال الحمام البلدي بالنسبه للعيالات؟ دونك هو اليو دو بوتان اي دو كوميراج، هو واحد المكان ديال الثرثره والهضره ديال العيالات ودال الاشاعات. كيل سون لي زوريجين دو لا فامي دو ناراتور؟ شنو هما الاصول ديال العائله ديال ناراتور؟ فهما دي زوريجين مونتانياغ، من الجبل، لان الزوج جبلي. كيل لا كوز دو لا ديسبوت اونتر رحمه اي لا مير دو ناراتور؟ شنو هو السبب ديال الصراع ما بين رحمه والام ديال ناراتور؟ قلنا رحمه افي ساليسيف ان لاندي، هذه تحفظ كيف ما هي. رحمه مشات صبنات في النهار ديال لو لاندي، ولو لاندي سي ان جور ريزيرفي ا لا مير دو ناراتور. كيل لو سونتيمون دو ماري دو رحمه؟ شنو هو باردون، كيل لو ميتي؟ شنو هي المهنه ديال الزوج ديال رحمه؟ دونك هو ان فابريكون دو شارو. بوركوا لو ناراتور سيفانويتي لا فان دو برومي شابيتر؟ علاش لو ناراتور سخف في النهايه ديال الفصل الاول؟ فسخف بيان سور ا كوز دو غران بروي انجندري بار لا ديسبوت اونتر سا مير اي رحمه. سخف لان دابور هو فراجيل، لانه ما عندوش واحد الشخصيه وما عندوش واحد الصحه قويه بزاف، ولكن حتى داك لو بروي اللي اونجندري اللي تسببات فيه الصراع ما بين رحمه والام ديالو كان سبب مباشر باش انه يسخف. وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى نكون فيتكم. الى عجبكم هذا لا فيديو ما عليكم الا تضغطوا على زر لايك وتزيدوا تاكدوا ليا في التعاليق باش هكذا نحط لكم الشابيتر 2 في اقرب وقت ممكن. ا تري تري بيانتو.